صباح الفل على كل حبايبنا ابطال الدوري، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده وخاصه جدا من برنامج يلا يا اهلي. حلقه النهارده ان شاء الله بمناسبه تتويجنا بلقب الدوري للمره الخامسه على التوالي وال42 في تاريخنا، واحنا قاعدين في امان الله امبارح في البيت بنتفرج على التلفزيون كده وماسكين الموبايل. لكن عايز اقول لكم ان مش معنى ان احنا توجنا بالبطوله واحنا قاعدين في البيت ان البطوله دي كانت سهله، بالعكس البطوله دي كانت صعبه جدا وكان فيها تحديات كتير، وبنهديها لنجمنا مؤمن زكريا اللي بنتمنى له يرجع لنا ان شاء الله بالف سلامه يا رب. بنفكركم بماتش النهارده اللي هيكون قدام مصر المقاصه الساعه 8 بالليل على استاد القاهره، وكمان بنفكركم ان في حفله على قناتنا هتبتدي بالاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعتين مع الكابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو متصدر برصيد 72 نقطه قدر ان هو يحسم بيهم لقب الدوري، والمقاصه في المركز السابع برصيد 36 نقطه. يلا بينا. الحقيقة امبارح كنا قاعدين في امان الله بصينا لقينا نفسنا ابطال الدوري، لكن بعيدا عن الحلو اللي قدمه لنا كابتن كشري في ماتش امبارح الا ان فريقنا كسب تحديات كتير جدا الموسم ده. فريقنا الموسم دوت التحدي الاول بدا في الصيف لما اعلن مجلس الاداره تعيين ريني فايلر مدرب الفريق، والدنيا كلها اتقلبت ساعتها وكله قاعد يتكلم مين دوت والسي في بتاعه ايه وما لعبش في افريقيا قبل كده. لكن الحقيقه الراجل كان واضح من اول يوم ليه داخل النادي الاهلي، الراجل قال لك الكود في مكان كبير زي دوت معروف، اكسب هتكمل، اخسر مش هيكون ليك مكان هنا وهتمشي. وسريعا الراجل قدر ان هو يثبت للكل ان هو يستحق المكان دوت وان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي لما عمل سلسله انتصارات طويله جدا رد بيها على كل المشككين في قدراته. والحقيقه وسط سلسله الانتصارات الكتير دي الفريق قدر ان هو يحقق نتائج قويه جدا ويحقق انتصارات كبيره، وكمان المدرب كان بيعمل روتيشن وبيقدم كوره حلوه وده اللي كنا مفتقدينه بقالنا فتره. واللي عمله مستر فايلر دوت قدر ان هو يرد بيه على كل المنتقدين وكمان يكشف منافسينا سواء الجداد اللي هم عندهم امكانيات كبيره لكن طموحاتهم محدوده، او القدام اللي هم بيقدموا موسم تاريخي بالوصول لنص نهائي دوري ابطال افريقيا وكمان الفوز بالسوبر الافريقي، لكن بالنسبه لهم المسابقه المحليه هي مواجهه النادي الاهلي بس، وده اللي بيبين الفرق الكبير قوي 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 بيننا وبينهم، وده اللي هنتكلم عليه كمان شويه. عايز تعرف قد ايه الفرق كبير؟ تعال شوف بعض الناس وهي بتتكلم على الحكام ومواعيد الماتشات والمطر والزحمه والحاجات اللي محدش غيرهم بيشوفها، لكن الفرق الحقيقي بالنسبه لي هو ان عقود الرعايه مثلا لما بتيجي تمضيها بتكون اضعاف اي منافس ليه، وده اللي بيخلي خطوات الاهلي اسرع بكتير جدا زي ما بنشوف مثلا الاستاد الجديد بتاعنا والقناه بعد التطوير والفروع الكتير اللي وصلت لحد الاقصر، ده غير كمان الشركات اللي تم الاعلان عنها زي شركه الكوره وشركه السياحه وكمان شركه الاستاد. وعايز اقول لكم ان احنا بنعمل كل ده من غير العنصر رقم واحد في المنظومه دي. تفتكر بقالنا كام سنه بنلعب من غير جماهير؟ وبنفكركم ان دوري السنه دي مختلف لاننا بنهديه لنجمنا مؤمن زكريا اللي بندعي ربنا يقومه لنا بالسلامه ان شاء الله. مؤمن زكريا اللي تم 32 سنه في ابريل اللي فات، حالته الكرويه دلوقتي اسمها كارير بريك. البريك ده جه بعد ما تم تشخيصه بمرض الضمور العضلي او الشيخوخه المبكره، اللي بنتمنى يعني ربنا يبعد الشر ده عن كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي. مؤمن زكريا اللي لعب اخر ماتش من سنتين تقريبا وتحديدا 17 ديسمبر 2018 لما كسبنا النجوم 2-0 في الدوري، وهو بالمناسبه سجل وقتها اخر اهدافه مع الفريق. مؤمن زكريا في خمس مواسم قدر يسجل 40 هدف مع الفريق، منهم سبعه في دوري ابطال افريقيا، وكان اخرهم قدام الوداد في الذهاب نهائي 2017 في المباراه الشهيره اللي انتهت 1-1. وفي الخمس مواسم دول مؤمن زكريا قدر ان هو يكسب خمس القاب دوري وثلاث بطولات كاس وبطولتين سوبر محلي. وهيفضل مؤمن زكريا دايما واحد من اهم لاعبتنا على مر التاريخ، وهنفضل فاكرينه دايما وبنتمنى يكون موجود النهارده بقى ويحتفل معانا بمسابقه الدوري ان شاء الله اللي حسمناها للمره الخامسه على التوالي. نروح بقى الماتش النهارده قدام المقاصه اللي بيشهد عوده حسين الشحات بعد فتره غياب، والحقيقه جالنا في توقيت مهم جدا. وغير حسين الشحات بيرجع النهارده كمان ياسر ابراهيم المتعافي من كورونا اللي ابعدته عن ماتش الاتحاد الاخير، لكن ماتش النهارده هيكون غايب عنه احمد فتحي للايقاف ومعاه كمان علي لطفي اللي تعرض للكورونا، ويدخل مكانه الحارس الشاب حمزه علاء اللي هنشوفه لاول مره في قائمه النادي الاهلي النهارده. ماتش النهارده قدام المقاصه من المتوقع ان هو يكون قوي جدا لان الفرقه دي رجعت بعد الكورونا باداء ممتاز جدا مع المدرب الجديد القديم ايهاب جلال.
قبل التوقف فرقة المقاصة كانت بتحتل المركز ال17 وقبل الأخير بعد بداية سيئة جدا مع ميدو وأمونيكي وقدرنا نكسبهم في الدور الأول 2-0، لكن بعد التوقف الفرقة دي مع إيهاب جلال اللي كميته متظبطة مع الفريق قدر إن هو يلعب 10 ماتشات كسب منهم 7 وتعادل 1 وخسر في ماتشين قدام الزمالك ووادي دجلة. إيهاب جلال الحقيقة قدر إن هو يخرج أحسن حاجة عند لعيبته اللي هي كويسة أصلا زي ميدو جابر وشملس بيكلي وفوافي وريكو وعمرو مرعي، لكن يعتبر محمد إبراهيم هو أخطر وأهم لاعب في المقصة بعد ما قدر يسجل 4 أهداف في آخر 10 مباريات والحقيقة بيقدم أداء مميز جدا. في كلام بيربط محمد إبراهيم بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، لكن إحنا الحقيقة ما عندناش معلومة ولو عندنا مش هنقولها ولو قلناها أصلا هنشيلها في المونتاج فدي مش قصتنا. نرجع بقى الماتش النهاردة قدام المقصة اللي قدرنا نحسمه في الدور الأول بثنائية نظيفة وكمان قدرنا نكسب إيهاب جلال في الدور الأول لما كسبنا المصري بنتيجة 3-0، كان إيهاب جلال هو مدرب الفريق وقتها، ونتمنى النهاردة بقى إن شاء الله نشوف مباراة فيها كرة حلوة وأداء مميز بين الفرقتين زي ما عودونا دايما ويكون احتفالية بالدوري اللي حسبناه وإحنا قاعدين في البيت امبارح، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي قبل ماتش FC مصر ويلا يا أهلي.